قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فقوله إن الذين تعبدون من دون الله هذا شامل لكل ما يعبد من دون الله عز وجل بدلالة اسم الموصول الذي هو الذين، فهو شامل لكل ما عبد من دون الله عز وجل في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا في عصره يعبدون الأصنام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وكانوا يعبدون النجوم. قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. وقوله عز وجل هنا عن إبراهيم: لا يملكون لكم رزقا، لا هنا نافية وليست ناهية، ولذا هذا الفعل وهو الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة لم تحذف نونه لأنه ليس بمجزوم. قال: لا يملكون، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، ففيه نفي لملك هذه المعبودات الرزق في جميع الأحوال، فإنهم في ابتداء الأمر ضعفاء، فالإنسان خرج من بطن أمه وهو لا يملك شيئا، حتى لو استغنى وأثرى فإنه لا يملك رزقا. والرزق هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أي رزق، فلا يستطيع أحد أن يرزق أحدا. وإذا أمد المخلوق مخلوقا بمال فإنما الذي ملكه ووهبه ومنحه هو الله عز وجل، إذ جعل هذا المخلوق سببا. وإذا نفى الله عز وجل عن المخلوقين الرزق دل على أن الرزق هو من عنده عز وجل، ولذا قال: فابتغوا عند الله الرزق. وقال عز وجل في مثل هذه الآية مبينا ضعف هؤلاء المعبودين، قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب: لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. هل هذا الرزق هو المال الذي يتمول؟ هل هو هذا المال العيني؟ أم أن هذا الرزق شامل لكل ما يشبه الإنسان؟ هو شامل. العلم رزق من الله عز وجل، الصحة رزق، السعادة رزق، الأولاد الصالحون رزق، الزوجات الصالحات رزق، الصحبة الطيبة رزق، المال رزق،